الكتان موضوعنا اليوم مع مارك بيروتي بنيتشر. صباح الخير مارك. سالته بذر الكتان قال لي الكتان اوكي بس معي مش بس يعني. البذر لا انه مش بس البذر صح كل شيء انا عن كل شيء عن الكتان مزبوط لانه نحن بنعرف عن الكتان انه هي بذر بناكلها منيحه للصحه بيعملوا منه زيت كمان بنعرف انه بيقولوا كثير منيحه للكوليسترول بس كمان الكتان بنعرف انه هو كمان من اقدم القماش بالعالم اللي بيعملوا منه ثياب كل حياته صح وزياده على كل هيدا رح تشوفي قد ايه هلا هو ترند عالميا عم بتصير عم بيستعملوها بقصص رح كثير ننصدم انه عم يستعملوه فيها مثل السيارات رح تشوفي كيف مستعمل لانه ماتيريال هلا عم بيكون كثير منيح ليه لانه هو بعكس كثير من القصص اللي نعمل منهم ثياب مثل مثلا القطن هو كثير بحافظ منيح على البيئه يعني زراعة الكتان هي زراعة منا ملوثة، دونك هيدا الشيء عادة يلي كثير يعني مشان هيك عم بتصير ترند. رح ببلش أنا أحط صورة الكتان بالأول، نشوف كمان كيف هو وكيف هي كشتل الكتان، يلي هي إذا بدنا نحن نجي نقول اسمه لاتينا صعب ستيفاني، إذا بدنا نقوله رح ترجمه ديريكت أحيان، يلي هي بتعني إنه النبتة يلي بتفيد لكل شيء. هذا الحلو يعني واسمها بالانجليزي فلاكس سيد يعني او فلاكس دونك هيدي عم شوفها قديش هي كنبته حلوه هلا موجوده من كثير زمان عند الانسان يعني هلا رح تشوفها رح افرجيك صور من مغاره لدرجه انه بيقولوا انه هيدي هي هلا المزروعه بالطبيعه بطلت موجوده اقرب شيء هيدي الصوره انا مصورها بلبنان اوقات بنكون بين المارغريت عم نطلع على شيء لون روز دونك في روز وفي موف المزروعه حاليا يلي يعني بيعملوا منها ثياب هي هيدي أوكي. هلا في عندك كثير كوزان وكوزين وهيك قرايب وحده منهم هيدي الموجوده بلبنان يلي عم نشوفها قدامنا يلي بركي هي كانت بيقولوا انه كثير حلوه الزهره كثير حلوه هيدي بلبنان بتكون مزهره فيها ريور كمان صح صح هلا هي من كثير زمان موجوده لدرجه انه هون عم نشوف فيبر الاول بمغاره من 36000 سنه وهول الفيبر يلي هون عم نشوفهم درسوهم ولاحظوا انه هول الفيبر اللي كثير قديمين معمولين من الكتان وبيقولوا انه من القصص الكثير قديمه الموجوده على مثل هالقماش يعني مثلا بكثير من المطارح لما بيكون في هلا مثلا بكنايس او هيك تابلويات قديمه بيعملوا لها ريستوراسيون بيكون بيكتشفوا انه كان الانسان من زمان كثير يستعمل الكتان يعني هول كلهم عم نشوفهم قدامنا تابيسري اوقات كلهم بيكونوا مزروعين كانوا معمولين من قماشه الكتان نشوف قد ايه شغله كثير قديمه سو هيدي الزهره اللي عم نشوفها هي يلي اكيد هي كنا عم نحكي انه هي الكتان وهيك وبيقولوا انه مش يعني ليش هالقد مستعمله لانه من كثير زمان الانسان مثلا عارف فوائدها لدرجه انه في كثير ناس كانوا يعطوا بذر الكتان للجيش تبعهم ليطلع مثلا اكثر ريش بالاوميجا 3 كثير يعني عنده استعمالات يعني كثير قويه انا انصدمت لما عرفت هو انه كندا هو البلد الاكثر واحد بيزرع وكمان بصدر كتان وهيك فجرب شوي اتعرف عليها كنبته كيف بنزرعها هي الفكره انه بجيبوا هذا الكتان اول شيء بياخذ كثير متطلب يعني الارض لنزرع فيه كتان بدها كثير شغل لتكون ارض غنيه مثل ما بنشوف يعني كيف بيشتغلوها وهيك بعدين بجيبوا هالبذر وبرشوه بالارض بعد فتره بدا بلش يطلع اكيد وبعدين الحلو كثير يعني انا شايف هذا المنظر قدامي بتشوفه احنا بنعمل عنوال مزبوط بالهول صح بذر في ناس اكيد بيزرعون بس ليك شو حلو لما يصير كل الطبيعه زرقاء يعني شوفي مع السماء دونك هيدا مناظر من اوروبا مثل اكيد الكوكليكو شوي لما يكون عندنا هيك صح الفرق بس انه ما في الكونتراست مع السماء اللون يعني هذا الحلو كثير كمان الحلو نعرف انه هي كثير بسرعه بتخلص السيكل تبعها يعني بين 100 و120 نهار بنزرع بنقطف هيدا بخلي انه ينتبهوا كثير لانه اذا صار في امراض بهذا الوقت ما في بقى وقت لواحد يرجع يزبط بتروح عليهم 100% واذا الطقس منه منيح كمان صح هيدا مشان هيك لازم يعرفوا يزرعون اي متى هلا من بعد ما يزرعوا الكتان بيزرعوه لشغلتين او ينطروا ليعطي هالكبسولات الكبار يلي بقلبهم لما ينشفوا بيكون في البذر مثل الكابري شوي وبيشبه الكوكليكو هيك على انا بعيد صح. بس انه مش كثير بعدين شو اللي بيصير ستيفاني هون لازم نعرف هذا الشغل انه هو بيقولوا انه اللي بقى الرشاء اللي فوشة يعني هون بالقلب مثل يعني البلي. مش بعكس البلي انا قلتها بالعكس البلي. يعني أوكي. ما بيروحوا بيحصدوا بيشيلوه كله من الارض يعني هيدا الشغله أوكي. المعروفه او بالايد يعني كمان كيف تنشال وهلا هون الشغله بدي اخبرك خبريه كثير حلوه رح تحبيها بتصور هول كيف كانوا ينشفوا الكتان يجيبوا الكتان يحطوه بالماء
مثل هون عم نشوفهم يعملوا دي بوش الا هيدي الفكره تبعها يعني يعملوا مثل عم نشوفهم قدامنا باوروبا يعملوا مثل كاريات بحطوا فيهم مي وبحطوا الكتان فيها. كلمه بوش الا عطيت بوكلا لانه كانوا يحفروها وهي اللي عطيت بوكلان بعدين الكلمه دونك لانه هو اجت من انه المطرح كانوا يعملوا مثل دي كاري ليزرعوا يحطوا المي يحطوا الكتان فيها. ليه بيعملوا هذا الشيء؟ لانه بالمي الكتان بيفرط عن بعضه بتصير الفيبر لوحده والشيء الملزق كان لوحدهم تيصير حبال مشان هيك بحطوه بالمي. هلا بما ان هذا الشيء ملوث هلا الطرق الجديده اللي عم بيعملوها هو انه بيتركون بالشمس مثل ما بتشوفه بيتحول كل هذا الكتان اللي شفناه قبل لمثل دباغات هيك صغار كانوا شوائسين مشان هيك بعدين اكيد بنشفون وبعدين رح تشوفه بيشتغلون وحده وحده. هلا في عدد صح في عده طرق ليستعملون بنشوفه بيصيروا مثلا مثل باله وهيك وبعد ما يحطوهم بينقلوهم انه الخبريه حلوه نشوفها كيف بتصير. يعني من زمان كانوا يشتغلون وحده وحده اكيد في طرق حديثه للاستعمالات تبعهم. الهدف كله هو نفهم انه هي هيك على الميكروسكوب يعني هيدا الشيء الاصفر اللي برا هو اللي بيصير الكتان سو بيشتغلون ليصيروا حبال او مثل هون هيك بيصيروا او بيصيروا حبال مثلا هون كيف بتنشغل اكيد الكتان بعدين بقطعون وحده وحده مثل هلا اكيد هلا صارت حديثه الخبريه صح. وبتصير اكزاكتلي بالاخر بالزمانات كانوا يعملوا مزبوط هلا هي ذاتها بمكنه بتصير بيشتغلون وحده وحده لتصير بالاخر هالحبال يلي هلا رح تشوفي قدام مستعمل. يعني انا رح احط هالصوره لما انا كثير حلوه بس تنفهم انه كل هالقصص يلي ان كان الوراق ان كان ليعملوا حبال ان كان ليعملوا كومبوست بيستعمل كل شيء بيستعمل مزبوط. ليش؟ لانه الكتان بيعمل هيدا الفيبر يلي هن حبال بتشبه كثير حبال التانيين. يعني هيدا الحبال اول شيء نحن بنعرف انه مستعمله بالتياب مثل ما هون عم نشوف قدامنا هيدا التياب كلها كومبليتلي كتان يعني كثير منيحه للبيئه منهم مستعملين مبيدات شغله كثير مهمه. في كمان اكيد بيستعملوهم ليعملوا كوسان وميت خبريه. الشيء الجديد اللي ما بنعرفه انه الكتان حاليا هو ماتريال كثير ما في يعني كثير مهم بيئه حتى بيقدر يصير يستعمل كعازل وبيقولوا كمان انه هو انه ذا لوست اذا بدنا نقول يعني من كل هالفايبرز بالكربون يعني ما في عنده منه ملوث. فهالبلانت بتتحول لشيء بيشبه البلاستيك عم نشوفه قدامنا هون وهذا الشيء هلا حاليا عم يستعمل بالسيرف مثلا. هيدي كلها معموله من كتان لانه بينضغط ولما ينضغط بصير ماتيريال كثير قوي عازل للمي وكثير خفيف. ولكن هذا الشيء الحلو كثير سياره عم تنعمل كومبليتلي من الكتان يعني من نبته تخيلي كيف لما هيدا كان بمعرض بفرنسا عم بفرجوا كيف سيارات وكيف من قدام فيها تكون كلها معموله من الكتان. شغله كثير مهمه هلا عم يندرس الكتان ليصير محل الالومنيوم. تخيلي شو حلو يعني نحن لما بكون عندنا شباك الومنيوم من برا بنحط ازاز عليه هلا هيدا الشيء اللي كان ينعمل من الومنيوم عم ينعمل من كتان من كتان تصوري لانه اول شيء كثير بخفف الامورتيسمون بعدين ايكو فريندلي لدرجه انه هلا بالبيسيكلاتات عم يستعملون لانه كمان هو بيمتص الامورتيسمون. يعني واحد بيكون مسرع بالبيسيكلات اذا كانت معموله من الالومنيوم لتكون خفيفه اوقات اللي عم بيعمل على البيسيكلات كمان بيتردرد شوي بالكتان هي بتاخذ الشوك يعني عازل للمي بتنضغط بطريقه. يعني تخيلي هالنبته قديش عندها الاستعمالات كلها مزبوط مش معقول. ورح احط بعد هذا الجراف يعني كمان بس نفرجي هيدي مقارنه بين اثره البيئي له اذا كان معموله إذا كان معمول كمان من فيبر من غير مثلا هون من إزاز أو شيء كمان قدام هم الكتان للبيئة. سو هيدا للفايبرز يعني هي نبتة بتنعمل منها حبال وهيدا الحبال بتصير كل هالأشياء اللي شفناها بعدين أنا عم بقولهم كتير بسرعة إن كان من وراء إن كان من تياب. هلا في استعمال تاني للكتان كومبليتلي مختلف يلي هو البزر تبع الكتان. البزر تبع الكتان يلي عم نشوفه قدامنا يلي هو لونه هون أكتر هلا اثنين معروفين بس المارون هو المعروف أكتر يلي هيك ما بيتاكل هيك لأنه قاسي ولازم نطحنه تنقدر نستفيد منه مزبوط هو يمكن فينا نغليه يعني مزبوط هيك كيف بيتاكل بطريقتين. في كتير من المشاهدين عم يحضرونا شفتي كيف هالملعقة بياخدوها هيك وبياخدوها بسموها صف يعني بياخدوها هيك مثل ما هي ملعقة وبيبلعوها هيدا واحد من الاستعمالات اللي بتتاكل مش قصة ما بتتاكل المحبذ انه بيقولوا انه احسن نحطها بالمي وبعدين ناخذها صف. هلا هي قريبه كثير على فيها مثلاج مثل الموجوده بالملوخيه مثل الموجوده بكل هالنباتات صح مثل المطه هيك مزبوط هيدا اللي بفيد كثير للصحه مشان هيك يعني بيقولوا انه احسن مثل ما انت كنت عم تقولي اوقات نهرمها شوي صغيره ومن بعد ما نهرمها
نستخدمها ناخدها، حتى بتستعمل الكتان مش بس بتتاخد اكل، حتى بتستعمل كتابلازم. يعني اوقات بحطوها مع مي او مع زيتون وبتصير مثل عجينه صغيره بحطوها اوقات على الجروحات اذا كان في واحد ملتهب شوي الجلد تبعه. مزبوط. في كمان شغله مهمه كمان للكتان، ليه بيتاخد؟ بيتاخد لعده اساس، واحده منهم لانه هي كثير منيحه للكونستيباسيون، يعني ملينه. يعني الكتان هي مزبوط، هي نبته ملينه كثير. يعني شوف عده استعمال. واحد من الاساس يلي كثير يعني لحد اليوم بالفارماسي ببيعون هي انه اكل الكتان بخفف الكوليسترول. هلا هيدي حسب كثير دراسات منا بروفي ساينتيفيكمون، يعني هيدا بدها اكثر اكيد دراسات لنعرف اذا مزبوطه او هيك. بس معروف عنا كمان يعني الاساس اللي بياخذوا الكتان لانه اوكي بركي بتخفف الكوليسترول، منيحه لامراض القلب، كمان بتخفف المينوبوز، دونك هون من العوارض تبع اكيد يعني. وبيقولوا كمان مع الوقت كمان بتقدر تكون منيحه للاوستيوبوروز. يعني كثير يعني كنبته هي مهمه مستعمله من كثير زمان. يعني الزيت تبعها ما بيستعمل بالطبخ، يعني ما بينقل او هيك، بس بيتاكل كسلطه. كسلطه يعني على السلطه بينحط 100%. يعني فينا ناكله على البارد، مش مطبوخ 100%. بعد كمان بدي اقول شغلتين ننتبه لهم كمان بالكتان، لانه مثل ما كنا عم نحكي انه هي ملينه وهيك. بيقولوا انه عاده ما لازم كثير تكون قريبه كثير من الاكل، لانه بتقدر تتغير كمان بكثير اساس من الاكل كيف حتى امتصاصنا ناخذهم. وكمان في دراسات بتفرجي انه مع بعض الادويه ما لازم يتاخذ الكتان. يعني هون كمان واحد لازم اكيد يسال حكيم لنعرف يمكن ادويه مسيله. لا لعده ادويه اكيد ما لازم يعني عاده يتاخذ. دونك هول هن الاساس يلي انه عن الكتان. بس الواحد لما ياكل بلانت وقصص حبوب ما بيفكر انه بالاكيد بالسايد افكتس، بس كلهم عندهم افكت. صح، هي الفكرة أنه كترتهم يعني مزبوط. والكتان بيقولوا كمان أنه لما واحد بيخدها كملينة، لأنه أوقات لما يكون في كونستيباسيون طويلة بياخدوا كتان، ما بتعطي إفاء قبل 3 أيام. سو كمان واحد لازم أنه مش عجيبة الخبرية، لازم ينتبه يعني. مش هيك أنه كنا نقول أنه أوقات تنحط بالماي تنهرم وبتتاخد. بس أنه حبيت أنا أنه بهالكتان يعني الفكرة اللي فيها قديها النبتة، اللي هي يعني بايخة إذا بدنا نقول، يعني نبتة بتنعمل منها مثل بلاستيك. حتى التيج تبعها يعني كيف بتصير حبال، بتصير تياب، عم تستعمل بالورق، موجوده من 36 ألف سنه. البذره تبعها عم تتاخد، يعني حتى هلا في كثير. بس نحن انه ليتلي صرنا نعرف عن الكتان، انه صرنا كم سنه اخذت هالرهجه يعني كرمال الكوليسترول وكرمال الصحه والحبوب وكلهم مطحونين واتسترا. يعني حتى ناتالي وراندا بلشوا يحكونا عن هالقصة، وحيالة بيت بتفوت بتلاقي انه في كتان عندهم، في عندهم كتان. في ناس بيسلقون، مش بيسلقون، بيغلون يعني، بيرجعوا بيشربوا ميتهم. وفي ناس مثل ما قلت بياكلون دغري هيك بالمعلقة. انا بحبهم هيك، انا بحب دغري هيك اخذ صف وبخلي. ليش لا؟ لانه ما لهم طعمه خاصه، فيك تاكلهم دغري تشرب مي. صح، والحلو بس ارجع شدد على هذا الشيء، لانه بالايكو فريندلي ليفنج يعني التياب الكتان قد ايه عندها اثر بيئي منيح، مثل هي ومثل نبته ثانيه رح نحكي انا وياكي عنها قريبا، رح سميها بالانجليزي ما رح اقولها بالعربي، الهامب، يلي هن كمان بتتذكر كنا عم نحكي عنها. انا طلبت منك هالشيء. هذا اول مره رح نطلع انا وياكي رح نحكي عنهم، لانه كنا عم نحكي عن انه الهامب ان كان الكتان. هلا الهامب اويل يعني كثير عم بيحكوا عنه، والهامب سيدز كمان مثل الكتان يعني. صح، بعد شوي بعتقد كل العالم رح يسمعوا. مزبط. عن هالبذرة. بس انا كنت عم كمان اقول لك انه مش بس بالبذر، يعني كمان الهامب والكتان عم يستعملوا بالتياب حاليا، كمان لتياب كثير ايكو فريندلي بعكس القطن يعني، وكثير رح نحكي عنهم اول مره انا وياك بنكون سوا. ثانك يو مارك، بنرجع بنشوفك نهار الخميس ان الله راد. مشاهدينا وقفه بتكونوا مع رولا.